السلام عليكم أحبائي الأطفال، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. قبل أن نبدأ بدرسنا علينا أن نبحث عن مكان هادئ، أن نطلب المساعدة لتشغيل الجهاز، أن نجلس جلسة صحيحة، وأن نجلس حتى انتهاء الوقت. في هذه الحصة نحتاج إلى دفتر التمارين لغتي أحبها، وقلم رصاص وممحات. أحبائي الأطفال، بعد أن تعرفنا إلى الحرف زاي من خلال كلمات الجملة المفتاح، اليوم سنقوم بتنفيذ بعض التمارين لنتعرف عليه أكثر. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ بالتمرين الأول. نلاحظ الرمز المطلوب. أضع إشارة إكس في المربع المناسب بحسب وجود صوت الحرف زاي في المقطع الصوتي. الصورة الأولى: خزانة، خزانة. أين نسمع صوت الحرف زاي؟ أحسنتم، إنه في المقطع الموجود في الوسط. والآن الصورة الثانية: لوز، لوز. أين نسمع صوت الحرف زاي؟ أحسنتم، إنه في آخر مقطع. وكلمة زيت، زيت. أين نسمع صوت الحرف زاي؟ رائع، في أول الكلمة. والصورة الأخيرة: زهرة، زهرة. أين نسمع صوت الحرف زاي؟ أحسنتم، إنه في أول الكلمة في المقطع الأول. والآن يا أحبائي التمرين الثاني. المطلوب أن نرسم دائرة حول الحرف زاي. ننظر إلى الكلمة الأولى: حزين. أين هو يا ترى الحرف زاي؟ أحسنتم، ها هو. وكلمة جزرة، جزرة. أين هو حرف الزاي؟ أحسنتم أحبائي، كم هو جميل. وكلمة زر، زر. أين هو حرف الزاي؟ أحسنتم، رائع. والآن نضع إشارة صح في المربع تحت الصورة التي نسمع في أول اسمها صوت الحرف زاي. الصورة الأولى: زيت. هل نسمع في أولها زاي؟ أحسنتم. الصورة الثانية: إوزة. هل نسمع في أولها زاي؟ لا. والصورة الثالثة: زبيب. هل نسمع في أولها زاي؟ أحسنتم أحبائي. والصورة الأخيرة: زبدة. هل نسمع في أولها زاي؟ رائع، ممتاز. لنكمل يا شطار، أضع إشارة صح في المربع تحت الصورة التي نسمع في وسط اسمها صوت الحرف زاي. الصورة الأولى: ما هو هذا اللون؟ أزرق. هل نسمع في وسطها زاي؟ أحسنتم. والصورة الثانية: مزهرية. هل نسمع في وسطها صوت الحرف زاي؟ رائع. والكلمة الثالثة: جوز. هل نسمع في وسطها زاي؟ لا. والصورة الأخيرة: منزل، منزل. هل نسمع في وسطها صوت الحرف زاي؟ رائع، أحسنتم. والآن تمرين جديد. نضع إشارة صح في المربع تحت الصورة التي نسمع في آخر اسمها الحرف صوت الحرف زاي. إذن المطلوب أن نسمع جيدا ونضع إشارة صح عندما نسمع في آخر الكلمة صوت الحرف زاي. الصورة الأولى: موز. هل نسمع في آخرها زاي؟ أحسنتم، صحيح. والصورة الثانية: قفازات. هل نسمع في آخرها حرف زاي؟ لا. وفي الصورة الثالثة: عجوز، عجوز. هل نسمع في آخرها زاي؟ أحسنتم. والصورة الأخيرة: زحلوقة،
زحلوقة. هل نسمع في آخرها صوت الحرف زاي؟ لا. تعلمت في هذه الحصة أن أميز حرف الزاي سمعياً من خلال الكلمات، وتعرفت أيضاً على شكله. والمطلوب أن ننفذ التمارين صفحة 39 في دفتر التمارين. إلى اللقاء أحبائي.